نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بلادنا مساجد والقائمون عليها هم من الصوفية ولا يوجد غير هذه المساجد، فهل نصلي معهم؟ صلوا معهم ما دام الصلاة سليمة وليس فيها شيء ما يخل بها، صلوا معهم وانصحوهم عن التخوف عن الأشياء البدع. أما إذا كان الإمام يشرك بالله ويدعو الأولياء والصالحين لا تجوز الصلاة خلفه. إذا كان يدعو غير الله أو يتقرب إلى غير الله فلا تصلوا خلفه. أما إذا كان إنه لا يشرك بالله ولكن عنده شيء من البدع فهذا يناصح ويبين له. وإذا وجدت مسجدا أحسن وإماما أفضل تذهب إليه. نعم. لكنك لا تترك صلاة الجماعة لهذا العذر. نعم.